شكرا زميل العزيز المعلق الكابتن احمد مناع. وملكات سله الاهلي الى فاينل دوري السوبر بعد الفوز على نادي سموحه في جيم 2 بنتيجه 84-47. الحقيقه اداء مختلف تماما عن جيم 1، يمكن فارق 37 بوينتس. يمكن جيم 1 اول امس خلصت بفارق 7 بوينتس بس، وده يعني يمكن فرق كبير قوي ما بين جيم 1 وجيم 2. ده اللي هنتكلم فيه طبعا مع كابتننا الكبار كابتن محمد سلعاوي وكابتن طه رجب. كابتن محمد سلعاوي، يمكن اختلاف كبير جدا ما بين جيم 1 وجيم 2، تعليقك ايه على هذا الاختلاف؟ اول حاجه مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي سموحه، ادى مباراه جيده في حدود الامكانيات اللي موجوده او المتاحه لديه. النادي الاهلي النهارده تعتبر دي بروفه قويه جدا تستحق الاشاده بصراحه، يعني عملوا جيم يستحق ان احنا نشيده بيهم جميعا، وتغيير الصوره اللي كانت عليها المباراه اللي فاتت نهائيا. النهارده اللعيبه زي ما كل لعيبه غير يعني. استمر النادي الاهلي طبعا وطارق خيري في الدفع بجميع لعيب الفريق بما فيهم حتى الاثنين اللي ما لعبوش الشوط الاول والثاني، لعبوا الشوط الثالث والرابع عشان اعطاء راحه في لفترات اطول بالنسبه لباقي اللعيبه، فعشان هو تقسم المباراه على مجهودها على المباراه كلها. ودي كانت فرصه طيبه لان شفنا جايده وشفنا نرمين وشفنا بيكو ودينا نزلت برضو، يعني جميع اللاعبين ادوا اداء جيد جدا. النهارده كان دفاع الاهلي جيد جدا سواء مان رجل لرجل او دفاع المنطقه، والجري في الخطوط كانت خطوط منتظمه، كان في تطبيق يعني اعتقد ان هم طبقوا ما قالوا طارق خيري حرفيا، فده اللي سهل عليهم. هم لعيبه الاهلي نزلت من اول الجيم سهلت المباراه بصراحه، يعني ما عملتش زي الماتش اللي فات وتعادلوا وطلعوا وكده، لا المباراه من اولها لعيب الاهلي سهلوها على نفسهم. دي الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها يا كابتن سلعوي يمكن عن المباراه الاولى، ساعه لما بيتكلموا هم ان هم مش هيكرروا الاخطاء اللي حصلت في جيم 1، وده الحقيقه اللي احنا شفناه، يعني تفادي تام للاهلي للاخطاء. اتفقنا انا وانت ان هم مش هيكرروا بالزبط. استحاله يكرروا لان الاعتراف بالخطا يعني اكبر دليل عن الاخطاء دي مش هتتكرر. مظبوط. كابتن طاهر، يمكن برضو اتكلمنا توقعت انه يزيد الفرق السكور فرق البوينتس، وده اللي حصل فعلا كوارتر باي كوارتر. قدرنا ان احنا نعلى، يمكن في الاول بدانا 7 بعد كده 18 31 37، غير تماما اللي حصل في جيم 1. حضرتك توقعت ده يعني مقارنه باللي انت شفته في الكوارتر الاول والثاني، توقعت ان احنا نعلى في كوارتر 3 وكوارتر 4، وده بالفعل هو اللي حصل. هو احنا زي ما اتفقنا ان لغه الارقام هي اصدق اللغات، وانت حسبتيها وفعلا الكوارتر الاولاني 7 بونت تضاعف ل 18 بونت، يعني او ازيد من كده، ازيد من الضعف. 31 بونت في الكوارتر الثالث، 37 بونت في الكوارتر الرابع. ده اكبر دليل على ان الناس زي ما قلنا ان هم ماشيين بحرص، خلاص مفيش بقى رجوع تاني، يعني ما حصلش تعادل، ما حصلش ان احنا طلعوا علينا ولو بونت. فطبعا ده اكبر دليل على ان الناس لما بتحاسب نفسيها بتأدي اداء كويس وبتأدي اداء مضمون وبتأدي اداء فيه حرص، لان ما فيش يعني المفاجآت دي في اي وقت ممكن تحصل وممكن تحصل اي حاجه، انما بسم الله ما شاء الله. كمان في المكاسب اللي كسبناها من ماتش النهارده غير الفوز اللي بنبارك للنادي الاهلي عليه تحت 18، يمكن لعبات ثلاث لعبات بصراحه شفناهم بشكل متميز، جايده وحبيبه بيكو ونرمين الثلاثه يؤدوا اداء الى حد ما كبير ومبشر ان دول هيبقى مستقبل، وبالتالي كمان هم هيبقوا سند للعيبه الكبار في حتى في النهائي، رغم ان ممكن الماتش هيبقى اصعب، انما هم كده لما خدوا الوقت الطويل ده يبقى خدوا ثقه ان هم هيأدوا اداء كويس لما ينزلوا مطرح النجوم زي نادين السلعاوي، ميرال، سرايا،
رنيم، يعني انا عشان ما انساش حد، ده اكبر دليل على ان هم هيبقوا سند كويس في اي ماتشات. ودي اعتقد سياسه الكابتن طارق دفعهم هو عشان يحتاجهم ساعه المواقف. هو بيديهم دلوقتي المساحه اللي يقدروا يلعبوا فيها بحيث يثبتوا رجليهم، وبعد كده هو هيسترد الثقه دي في ان هم يسندوه في الماتشات الصعب. اخد من كلام حضرتك عن نادين سلعوي طبعا، ونروح دلوقتي لزميلتنا روزان نصر من ارض الملعب عقب الفوز طبعا نادي الاهلي على نادي سموحه من صاله برج العرب بالاسكندريه، ومعاها لقاء هام مع واحده من نجمات هذا اللقاء كابتن نادين سلعوي. اتفضلي يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك فوز طبعا النادي الاهلي على يعني فريق سموحه في جيم 2 المواجهه الثانيه طبعا لنصف نهائي دوري سوبر سيدات. يعني خليني اقول انه في هذه اللحظات معايا نجمه المباراه وكل مباراه كابتن نادين سلعوي. طبعا برحب بيكي في البدايه على شاشه قناه الاهلي يا كابتن، كلميني بقى عن جيم 2 طبعا، يعني فزتوا طبعا باداء قوي جدا على سموحه في جيم 1، مين بقى النهارده؟ الله يبارك فيكي. الحمد لله طبعا على الفوز. يمكن اقول احنا ما كناش راضيين عن الاداء بتاعنا في اول جيم، والجيم كان 4-5 بوينتس تقريبا خلص، فاحنا النهارده كنا نازلين مركزين اكتر، عايزين نخلص الجيم من اول دقيقه، يعني كنا رجاله وقدرنا نثبت يعني ان احنا بندي كده ساين للفرقه اللي جايه اللي احنا هنلاعبها، يعني بغض النظر هم سبورتنج او جزيره، ان لا الاهلي هنا موجود واصلا ما فيش منافسه. كابتن طارق دايما يعني بيشتغل معاكوا اكتر على كمان يعني العامل النفسي، خليني اعرف منك كده يعني النهارده كانت تعليماته ايه قبل المباراه؟ والله هو كان اكتر تعليماته ان هو كان عايز يدخل الفرقه كلها، يعني كله يقدر ياخد تايم النهارده، يعني ممكن اقول من مميزات النهارده الماتش ان يارا اسامه دخلت خدت تايم، ادت اداء كويس جدا، حبيبه بيكو، نرمين، جايده، عندنا ناس كتير قوي دخلت، ودي حاجه كويسه لان انت هتروح تلعب باست اوف فايف، فانت محتاج ان البنش يبقى واخد على الناس اللي بتلعب والوقت متوزع بطريقه كويسه بحيث ان انت محدش يجهد، وفي نفس الوقت اللعيبه كلها تتجانس يعني مع بعض. خليني اسالك كابتن نادين على طبعا المواجهه الفاينل، شايفه المباراه ازاي؟ طبعا بغض النظر هو جزيره او سبورتنج فرقتين اقوياء جدا، احنا يعني مش يعني احنا بالنسبه لنا كده كده هناخد كل ماتش ان هو ماتش كاس، احنا عايزين ده كان وعدنا الجمهور ان احنا موسم بلا هزيمه، فاحنا مركزين، احنا هنتفرج طبعا بكره على الماتش جزيره وسبورتنج نشوف مين هيكسب، وهنبتدي بقى نشتغل من هنا وان شاء الله خير يعني. كابتن نادين بشكرك طبعا ومزيد من التالق، شكرا. مريم ده كان لقائنا طبعا مع كابتن نادين سلعوي نجمة الفريق، يعني بشكرك وعودة تاني ليكي مرة تانية. شكرا جزيلا زميلتنا روزان نصر، لقاء هام مع كابتن نادين سلعاوي احدى نجمات هذا اللقاء طبعا، يعني بدون منازع هي وبقيه اللاعبات. كابتن سلعاوي يمكن اتكلمنا او كابتن نادين اتكلمت عن فكره تفادي الاخطاء زي ما احنا قلنا، اتكلمت برضو عن مشاركه اللاعبات يعني يمكن تحت 18، ولكن خليني يمكن اتكلم معاك عن نادي سموحه. نادي سموحه يمكن النهارده ما قدرش ان هو يعني يقفل كل مفاتيح اللعب زي ما عمل في جيم 1، يمكن كابتن عماد ما كانش معاه كل المفاتيح اللي موجوده بالنسبه للاعبات النادي الاهلي، قدروا ان هم يتخطوا اللي عمله هو في جيم 1. لا انا اعتقد ان الكابتن عماد اوصى بقفل مفاتيح اللعب النادي الاهلي، بس النهارده كانت المفاتيح متغيره، يعني كانت اللعيبه متغيره، مش هم بتوع المباراه اللي فاتت، كل اللعيبه بدون استثناء حالتهم احسن، جريهم احسن، حالتهم البدنيه والنفسيه والفنيه احسن. فساعات المدرب بيحط خططه وبيحط شغله على ان هعرف اوقف مفاتيح لعب النادي الاهلي، بس في الطبيعه ما بيقدرش، لما بتنزل الملعب الاداء هو اللي بيحكم. لو انا ادائي النهارده مش كويس هو نجح في انه وقف، لكن لو الفرقه حالتها زي النهارده هتبقى العمليه صعبه جدا في قفل مفاتيح اللعب النادي الاهلي. نادين اتكلمت برضه في نقطه مهمه جدا، هي مباراه هيتفرجوا على سبورتنج وجزيره ويشوفوا مين الفرقتين قواي، الفرقتين عايزين استعداد خاص لان برضو النهائي بيختلف هل الاداء. هل ممكن يا كابتن سلعوي نفس السيناريو يتكرر كاس مصر؟ يمكن برضو كان جزيره وسبورتنج قدر جزيره ان هو يروح للفاينل، احنا قابلناه ويعني حسمنا البطوله. كلامك مظبوط 1000000%، وانا ما استبعدش ان الجزيره ممكن يوصل، لان طالما 1-1
فاللي تبقى قوه متساويه، وتساوي القوه هيدي توفيق هو اللي هيحكم المباراه. استاذنك طيب يا كابتن سلعوي، نروح دلوقتي لارض الملعب مره ثانيه وزميلتنا روزان نصر ولقاء هام طبعا مع المدير الفني لسيدات ساله الاهلي كابتن طارق خيري. اتفضل يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي طبعا وبرحب كل ضيوفك الكرام وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك مره ثانيه فوز النادي الاهلي طبعا في جيمته على سموحه. حاليا معايا المدير الفني لفريق سله سيدات طبعا كابتن طارق خيري، برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. في البدايه خلينا اسالك بقى على المواجهه النهارده وطبعا يعني جيم 1 كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، منورينا كالعاده، تحياتي للي في الاستوديو. لا ده جيم 2. الحمد لله رب العالمين، يعني انت دايما بتعملي السيناريو للجيم ان انت تلعبي بال 12، مفيش اصابات، تقللي الاجهاد على قد ما تقدري. السيناريو ماشي يعني بفضل الله زي ما احنا عايزين. الناس المجهده او دايما بتاخد تايم خدت تايم طويل، شاركنا ناس اكتر، يعني جايده خدت تايم اكتر، نرمين خدت النهارده تايم، دينا واخده تايم، نوها جاي من اصابه خدت تايم، يارا خدت تايم اكتر من الماتشات. دي من مكاسب النهارده، وريحنا على قد ما نقدر رنيم والسلعاوي وسرية وميرال على قد ما نقدر. كان معانا توفيق، دافعنا كويس، وهي دي الرياضه يعني. فالحمد لله ان هو مشي على السيناريو ده من غير اصابات. كابتن طارق، يمكن في جيم 1 كان في صعوبه في اخر يعني كوارتر شويه، النهارده يعني خدنا الجيم بشكل قوي جدا ومميز جدا، كانت ايه ابرز التعليمات للجيم ده؟ احنا تعليماتنا ثابته، عدم الاستهتار بالخصم، ادي كل فرقه اهتمامك ليها، حتى لو انت عارفه في مصر هنا او اللعيبه بصفه خاصه، مهما انت حفزيه على فرقه انت حاسه ان انت ممكن تكسبيها، ده عدم احترام او ثقه زياده ساعات بتؤدي لعدم توفيق، فانت تتخضي، ممكن نسبك تقل. دايما احنا بنحذر من القصه دي، احترم كل الفرق. فرقه السموحه فرقه محترمه جدا، الشباب اللي فيها شباب كويس، عنده سيستم الفرقه نسبها في 3 بونت عاليه جدا. النهارده مش موفقين، كابتن عماد مميز، قدر يخش الاربعه، بقالهم فتره ما بيخشوش ثالث ورابع الكاس، الكلام ده ما بيحصلش بقاله فتره في سموحه. فاحنا دايما تحذيرنا مع كل الماتشات، اهتم بالفرقه كانك رايح تلعب فاينل دوري او فاينل كاس، واستنى التوفيق، لان لو انا بستهتر او انا بلعب بلوس شويه انا ممكن اتعور، ممكن الفرقه الثانيه اديها ثقه زي امبارح كان عندهم ثقه بيلعبوا. ودايما الجيم الاولاني فيه تنشنه، انت دلوقتي لا قدر الله خسرنا النهارده انا عندي فرصه ان انا بكره عندي جيم ثاني، فنوعا ما في اريحيه. سموحه ممكن بدنيا او هو بقاله فتره عندهم شويه مشاكل، ممكن الجيم الاولاني عملوا مجهود، الثاني البدنيا هم قلوا. بس فده السيناريو اللي احنا دايما بنقوله للولاد، اهتم وادي اللعيب اللي انت ماسكه اهتمامه. احنا دورنا كمدربين في اي لعبه انت بتحط رولز للهدافع ازاي، العاب الفرق الثانيه بتفرجوا عليه حتى فيديو، والمميزين فيهم ده يعمل دريب اليمين اكتر، ده نسبه اعلى، فبتشرحي تفصيليا ازاي توقف اللي قدامك. الثاني هو بقى بتاعه، هو لعيب عايز ايه من الموضوع، بس هجوميا نفس الكلام. فالحمد لله رب العالمين. مباراة الفاينل يا كابتن، يعني سبورتنج او الجزيرة الاثنين فرق قوية جدا طبعا، هتشتغل اكتر بقى على اللعبات في ايه قبل المباراة دي؟ احنا بكرة راحة بريكفري، السبت لحد تمرينتين ممكن يبقوا تقال شوية، فيها مراجعة على حاجات كتير قوي في شغلنا احنا. الاثنين والتلات منها شوتينج، بنهدي الحمل شوية، منها شوتينج ومنها مراجعة على الألعاب التانية. فرقتين محترمين مع اثنين مدربين محترمين من أول السنة، ماتشاتهم هم مع بعض ند. ده الدوري يعني أو ده الفاينل، هيجي لنا الجزيرة، هيجي لنا سبورتينج، إن شاء الله إن شاء الله احنا مستعدين ليهم. عندنا التكتيك او عندنا شغل الفرقتين احنا مقطعينه، هنراجعه قبل وقت المعسكر. وزي ما بقول لك انا بحب في الرياضه دايما بيبقى في جزء توفيق، يعني انت بتجتهد على قد ما تقدري، ونتمنى نكمل الخماسيه او نتمنى نكمل البلان او التارجت اللي انا حاطه للولاد من اول السنه، لحد دلوقتي هم الحمد لله محققينه، ونتمنى نكمل على خير. كابتن طارق خيري مدير الفني طبعا لفريق سله سيدات، بشكرك ونورتنا اكيد، وكل التوفيق في المباراه الاخيره. انا اللي بشكركم. شكرا. مريم، ده كان لقائنا اكيد مع كابتن طارق خيري، يعني بشكرك وعوده ليكي كمان وللكباتن مره ثانيه في الاستوديو. شكرا ليكي روزان نصر، ولقاء هام مع كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي. كابتن طاهر، تعليقك على كلام كابتن طارق، يمكن تطرق لكذا نقطه مهمين جدا. فكره ان ما بقاش في فرق، احنا ملاحظين بقى لنا فتره ما بقاش في فرق سهله وفرق صعبه، احنا يمكن اغلبنا بقى مستويات متقاربه، يمكن ده ما كانش موجود يعني في يعني بقالنا سنين، ولكن مؤخرا ده بقى موجود فعلا، وبقينا دايما ند بند مع كل الفرق.
هو شايف ان طبعا يمكن سموحة ان احنا النهاردة ادينا لها وضعها، ادينا لها حقها، على عكس طبعا الثقة الزايدة اللي دخلنا بيها جيم ون، وده فرق معانا النهاردة جدا في فرق السكور. هو انا يعني في وجهة نظر من ناحية ان في فرق بقت قوية، هي فعلا في السنين اللي فاتت كان ابتدت الفرق، ودي ما يميز كرة السلة باستمرار، انك مثلا في الولاد تلاقي في فرق، الزمالك قوي، الاتحاد طبعا قوي وهو المنافس الرئيسي دلوقتي، الديربي، احنا الديربي دايما يعني كرة القدم اهلي زمالك، سلة اهلي اتحاد، اهلي اتحاد، وفي جزيرة برضه قوي، وسبورتنج كان ليه باع طويل، والجزيرة زي ما قلت ليه يعني تاريخه طبعًا جامد في كرة السلة. دي ما يميز كرة السلة ان في فرق، يعني فرق اسكندرية سموحة، وظهر بعد كده الاتصالات ومصر تأمين، في أوقات كتير ما تعرفيش مين اللي يكسب التاني في الست فرق اللي فوق. يعني أنا مع احترامي للفولي والهاندبول، يعني في أوقات كتير بيبقى أهلي والزمالك هو المنافس الرئيسي للموضوع. فبالتالي في كرة السلة سموحة برضك بنى فرقة كويسة، وزي ما عمل في الولاد، وسبورتنج طبعا هو المنافس الرئيسي زي الاتحاد في الولاد أو في الرجال، السبورتنج في البنات هو المنافس الرئيسي لينا، الزمالك اللي بيخش معاه سموحة بتخش معاه الجزيرة زي ما احنا شايفين، فمفيش يعني استهانة بأي فرقة، ودي ظاهرة كانت السنين اللي فاتت أكتر حتى من السنة دي. إنما احنا بنتكلم على الوضع الحالي أو الحالة الخاصة اللي حصلت اللي هي أول امبارح والنهاردة. فرق. ده اللي بنقول عليه، بنقول إن لا يعني لا تأمن أو ما تبقاش الواحد واثق تماما بحيث إن يوصل إن يبقى الفرق فيه مخاطرة. انما لما يبقى الفرق زي ما حصل النهارده يبقى في حرص طبعا. وده اللي حصل، يعني ايه اللي فرقت 48 ساعه من الماتش ده والماتش ده، يعني مش مسافه زمنيه طويله ان انت يحصل تغيير وبتاع، انما هي مجرد حرص واحترام للخصم تماما، بحيث ما احطش نفسي في ريسك او مخاطره. مظبوط. كابتن سلاوي اخيرا يمكن عايزين نتكلم، هل كابتن طارق شايف ان هو في المباراه الفاينل طبعا بعد تحديد اكيد سواء سبورتنج او جزيره هيعتمد على نفس الاوراق الرابحه اللي هو جربها النهارده وفعلا قدر ان هو يحسم بيها المباراه بفرق سكور كبير، طبعا 3 تحت 18 و19 سنه شفنا اليوم اداء كبير، هل نفس الروتيشن ده هنلاقيه في الفاينل هيعتمد عليهم، ولا طبعا اكيد هيعتمد على الكبار ونجمات الفريق زي ما احنا شفناهم النهارده بيريحهم، شاركوا بتايمينج اقل، شايف ازاي ممكن هو يدير مباراه الفاينل سواء امام سبورتنج او الجزيره، وتمنياتك شايف مين يكون مباراه قويه سواء سبورتنج او الجزيره، مين ممكن يبقى مباراه فعلا نديه ما بيننا وما بينه في الفاينل؟ اول حاجه يعني اللي واضح ان النهارده كانت ظروفه بالنسبه للمباراه النهائيه، طارق خيري من مديرين فنيين يعني الأذكياء والكفء جدا، بحيث ان هو عامل توليفه جيده جدا من البنات، بس اعتقد المباراه النهائيه هيكون التغيير فيه بحرص شويه، لان طبعا النهائيات غير مضمونه، واعتقد ان اللي هيطلع سواء سبورتنج او الجزيره الاثنين مستوى واحد، والاثنين هي نهائي في الاخر في كاس، كل مدرب هدفه الكاس، فاعتقد ان الروتيشن العالي ده النهارده ال 12 لعيب، اعتقد ان في النهائيات مفيش مدرب هيقدر يخاطر الا حسب ظروف المباراه، لو زي النهارده وفي توفيق المباراه، وده ان شاء الله اللي احنا نتمناه، هيبقى في تغييرات كتيره ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا كابتن محمد سلاوي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وعضو لجنه الانتقاء الحالي، طبعا نورتنا وشرفتنا سعاده بلقاء كابتن طاهر رجب نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وعضو لجنه الانتقاء الحالي، طبعا يعني بسعد دايما بوجودكم معايا في استوديو الابطال، واكيد سعاده بلقاء كل مشاهدي ومتابعي شاشة
قناه النادي الاهلي في كل مكان. الحمد لله ملكات السله الى الفاينل، ان شاء الله نقدر ان احنا نحسم هذه البطوله ايضا، وبكده نكون حققنا الخماسيه دون هزيمه لملكات سله الاهلي. بشكركم جدا، الى اللقاء.